عندنا المناسبة هي عزيزة علينا، جوج المناسبات هي اليوم الوطني للمرأة، وكاين مناسبة اللي هي عيد المسيرة الخضراء. فاحنا كنحتفلوا هذا النهار بالمرأة المغربية، وهذا العام هذا درنا شعار بصمات موسيقية. فاحنا كنحتفلوا بالنساء الموسيقيات اللي خلاو بصمتهم في الميدان الموسيقى. المهرجان أخدا طابع دولي هاد السنة. ليلى درع جميل، وهو من توقيع السينوغراف سعيد بهادي. شنو هو الاحساس ديالك استاذه وانت كتكرمي في مهرجان مسارات في الدوره الرابعه ديالو؟ ايوا انا جد متاثره وفرحانه، لان هذا الشيء اللي تقال عليا زعما في الحقيقه كي يمسني بزاف وكيفرحني. وكنقول بعد هاد المجهودات اللي قمت بهم كاين الناس اللي كيعترفوا بها، وهذا الشيء بطبيعه الحال كيفرح. خرجتيه، ولما خرجتيه اثرتي في المغاربه واثرتي في العالم، ولقيت ملي وليتي تستدعين في العالم كله، فملأتيني بالافتخار والشعور بان المغاربه يمكن ينجحوا في كل شيء. فهذا التكريم اليوم بالنسبه لي هو الحمد لله فتح افق لابداع جديد اكثر وللعطاء اكثر، فهو ضافني تشريف كبير. وكنشكر كل الأساتذة والوزراء اللي قدموا الكلمة الطيبة في حقي، سأعتز بها دائما طول عمري. كنشكر الحضور، كنشكر الجمهور اللي دائما كيشجعنا، وكنتمنى من خلال هذه التجربة ديال 12 سنة أن نكون قد ساهمت في 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 تطوير وإشعاع هذا النمط الصوفي المغربي الأصيل الذي يتجلى في الحضرة الشفشاونية بصفة مشرفة للمرأة المغربية الحمد لله، ومن خلال وضمن استمراريته من خلال تأطير النساء والشابات ان شاء الله، لان احنا الحمد لله الانشاد الصوفي كان محتكر على الرجال. فاحنا بغينا من خلال هذه الرساله يكون حضر صوت المراه المغربيه في الانشاد الصوفي، فيا ربي دائما مثل المغرب دائما.